أهلا بكم في برنامج فكر واربح. في مباراتنا النهائية الموت الفجائي يكون الفائز أول متسابق يعطي إجابة صحيحة. والآن بروفيسور إليك السؤال، ما اسم النظير المشع الذي يؤدي انشطاره النووي إلى استحداث طاقة الانفجارات الذرية؟ هذا السؤال جوابه سهل جدا، إنه السؤال انتهى الوقت، آسف أيها البروفيسور. مارجي، أعتقد أنه اليورانيوم 235. صحيح، أنت تفوزين بالجائزة الكبرى للأسبوع الثالث على التوالي. من يعدد العصور الجيولوجية الأربعة التي مرت بها الأرض؟ سام؟ إنها العصر العتيق والعصر القديم والعصر الوسيط والحياة الحديثة. أصبتِ، ممتاز. كيف تفعلين ذلك سام؟ أعني عندما أحاول حفظ هذه الأسماء الغريبة أصاب في كل مرة بصداع. لا أعرف حقاً، أقرأ فتنطبع المعلومات في ذاكرتي، ليس لي فضل في ذلك. حقاً؟ إذن أنت محظوظة. ما رأيك لو نتغدى معا يوم غد بعد أن ينتهي الدرس؟ يمكنك إزداء النصائح. طبعا، بكل سرور. أسرع يا سام، ستتأخرين على موعدك مع المجد والشهرة. أنت محقة، إنه موعد برنامج فكر واربح. حان الوقت لتتبرجي قليلا، لا أريد أن تظهري على الشاشة قبل أن تستعدي لمواجهة الكاميرا. اليوم ستفوز سام بالجائزة الكبرى أمام ملايين المشاهدين. أنا آسفة زاك، لأني سأذهب. هل أتوهم أم أن المسرح يبدو أكبر بكثير على الشاشة؟ هذا هو سحر هوليوود يا عزيزاتي. وينك وزردي؟ بالمناسبة يا سيد وينك، لا يعقل كيف تبدو مختلفاً وجهاً لوجه. مذهل، أليس كذلك؟ كفانا حديثاً عني. أنا هنا لاستقبال سام في برنامجي. هل أنت مستعدة لمواجهة مارجي من أجل الفوز؟ أنا مستعدة. لا أريد علاقة بالحديد، ألا تفهم؟ وينكي، هكذا تعامل البطلة العظيمة؟ هذا القميص مصنوع من الحرير الطبيعي بنسبة 80%، يعقل هذا أخبار؟ سوف نعالج الأمر فورا يا عزيزتي. هيا بنا يا أنيساتي. حظا موفقا، ستحتاجين. فعلا إنها لطيفة. 100 نقطة على الإجابة. هو رجل شهير جدا نسب إليه الساندويتش. إنه حتما مارجي، لابد من أنه الكوندي ساندويتش. إنها إجابة صحيحة. أعرف الإجابة، إنه الاعتدال الربيعي، أليس كذلك؟ فعلا إجابة صحيحة. أنا أقول كريات الشوفان. رائع. ماذا؟ نصل الآن إلى مسابقة الموت الفجائي. إليكما السؤال، ما هي العصور الجيولوجية الأربعة التي مرت بها الأرض؟ الإجابة سهلة، أجبت عن هذا السؤال أثناء صف العلوم اليوم. الآن ستجيب بالتأكيد. يجب ذلك، فسام تحب العلوم كثيرا جدا. إنها حسنا، إنها أولا أعتقد أنها مارجي. حسنا، أولا هناك العصر العتيق، ثم العصر القديم، ثم العصر الوسيط، ثم العصر الحديث.
هذا غريب حقا. عندما كان وينك يطرح سؤالا كنت أعرف الإجابة، لكن ما أن أضغط على الزر كان رأسي يفرغ من المعلومات. ربما رهبة الجمهور هي السبب في ذلك، أو أن الزر يسلب نصف المعلومات التي لديها. عندما تنتهين من سخريتك نستطيع الانتقال ربما إلى أمور أكثر جدية. هل أحلم أم أنها تقترب من اللوحة؟ تقترب من اللوحة يعني أنها جنت، علينا إيقافها بسرعة. هاي أنتما ماذا تفعلان؟ نحن ننقذك من مذلة حقيقية، ما بالك سام، هذا حمام الشبان. حسنا، ربما كنت أفكر بأمر مختلف، دعونا من حصة التبرج ولنعد إلى الصف. هيا افتحي أيتها الخزانة الخرقاء. ماذا يجري؟ هل نسيت التركيبة أم ماذا؟ أنا نسيت التركيبة؟ ما هذا السؤال السخيف آنسة كلوفس؟ كلوفس؟ مهلا سام، إن اسمها كلوفر. هذا هو ما قلته أليجرا. حسنا، كنت أمزح منذ قليل بشأن سلب الذاكرة. سام هل تشعرين أنك بخير؟ أليكس أنا بخير. أخبراني أين أجد حليبا مخفوقا في هذا المركز التجاري. انتهينا من السخرية لتونا ونحتاج نجدة جيري في هذا الوضع الميؤوس منه. مرحبا آنساتي، ما هي المشكلة بالضبط؟ سام هي المشكلة، باتت غريبة الأطوار منذ مشاركتها في برنامج فكر واربح. أجل، باتت تنسى أمورا، لقد فقدت صوابها حتى كادت تدخل حمام الشبان في الثانوية. كلوفس وأليجرا أنقذاني. نعم صحيح، سأخضعها لمعاينة اختصاصي لو، وفي هذه الأثناء اقصدا المشاركين السابقين في اللعبة وحاولا معرفة ما إذا كان بينهم حالات نسيان مماثلة. هيا بنا إذن. لحظة، لم نتحدث عن الأدوات بعد. لدينا اليوم نظارات بأشعة إكس وأحمر شفاه وقنابل دخانية صغيرة ونسخة مطورة من الحذاء النفاث ذي الدفع النووي. ما هو المطور في هذه النسخة؟ ببساطة إنها هذه. وصلنا منزل البروفيسور أوغوست كلايبورن. يبدو أنه لم يعاود عمله منذ مشاركته في تلك اللعبة منذ أسبوعين. إنه منزوى بعد جائزة الترضية التي نالها وقت طويل. كيف أخدمكما؟ لقد أتينا لكي نرى البروفيسور. نحن طالبتان. في هذه الحال تعرفان أنه مريض. لن يستغرق الأمر كثيرا، نحتاج إلى دقيقة واحدة. حسنا، دقيقة فقط لا غير، واضح؟ لابد أنه عانى كثيراً أثناء ارتدائه ثيابه هذا الصباح. هو كذلك طيلة الأسبوع لم يعد يذكر شيئاً منذ اشتراكه في تلك اللعبة. مرحباً آنستي، لوددت الثرثرة معكما كثيراً لكنه موعد النوم. يجب أن ترحل فوراً، شكراً لزيارتكما. من أوقف السرير؟ حسناً، البداية لا تبشر بالخير أبداً. لسام أو للبروفيسور؟ بالنسبة إلى كليهما سوف أتصل بالجاري. الفحص الدماغي الأول، الذاكرة البصرية على المدى القصير. هل من جديد آنستي؟ زرنا مشتركاً سابقاً في اللعبة لتونا، تراجع من مستوى أستاذ جامعي إلى أبله تام، حاول النوم داخل علبة السام. يا للهول، كيف هي حال سام؟ في الواقع حالة سام هي يا إلهي جيري، ما الذي حصل؟ لا شيء، ليس بالأمر الهام أبداً. لكن تحققا من تلك اللعبة المتلفزة آنستي، إلى اللقاء. إنه ضوء جميل. آه
لقد تأخرت كثيرا. هل تعرفني؟ ماذا؟ طبعا نعرف بعضنا. أدعى زاك، أنا في صف العلوم معك، هل تذكرين؟ فهمت، هذه مزحة. ربما ينبغي أن نطلب الطعام، يبدو أنك تتضورين جوعا. هذه هي خشبة فكر واربح، حيث ستحاول مارجي النادلة التي يعشقها الجميع الفوز بمليون دولار في مبارزة العباقرة. والآن اتبعوني لأننا سننتقل إلى خشبة مسرح آخر. أمامنا 10 دقائق فقط لنبدأ العمل. لنبدأ بمنصة وينك. يبدو أن المنصة تستخدم لأغراض مختلفة عن برنامج وينك. سيداتي، آنساتي، سادتي، لقد حان وقت اللعب في برنامج فكر واربح. ولكن هذا أمر غريب فعلاً. وما هو الغريب؟ صور ودماغين؟ أنا لست أفهم. يتفرغ الأحمر في الأزرق. أليكس، أتفكرين بما أفكر؟ تعنين أن الكبسولات ناقلة للذكاء؟ تماماً أليكس، لقد تم نقل دماغ سام. قلت في نفسي إنه لا يمكن الوثوق برجل ضحكته واسعة. هاي، أنتما ماذا تفعلان هناك؟ الجولة التالية اقتربت بسرعة، ماذا سنفعل الآن؟ اقفزي. ادفعي. أنا متأسفة. ماذا لو نبدأ ببنيوية الصفائح الأديمية؟ سام، هل أنت بخير؟ أخيراً وجدتك سام، هذا رائع. هاي، دعني أيها العجوز. أجل، دعها أيها العجوز، فالآنسة لا تعرفك. لا، هذا سوء تفاهم. أنا جد سام. أجل، أنا جدها، اتصلت بي كي أمر لاصطحابها. جاهزة أنت يا صغيرتي؟ كنت آمل ألا نبلغ هذا الحد. انظر انظر، قزم بثلاثة رؤوس على ظهر حمار. هل من جديد يا آنستي؟ أجل جيري، وينك هو لص. حقا أليكس؟ لقد خضعت سام لتفريغ الدماغ جيري، تسلب الكبسولات ذكاء المشتركين وتجعلهم ينسون الإجابات. أتعرفان ماذا يحل بالذكاء الضائع؟ وصل الحارسان قبل أن نكتشف الأمر، ينبغي أن نعود إلى المسرح. هل عاينت سام؟ سام على ما يرام وبكامل قواه. ميني 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 ما ميني ما، حتى إنها قامت بنزهة بعد ظهر اليوم. لنفتح كبسولة ونرى ماذا في داخلها. آمل أن يكون هذا دماغ سام. إنه مقفى. تمسكي، أشعر أننا سنقوم بجولة. هذا ما أدعوه بالضبط الكواليس، بل مخبأ سري لمجرم يتقن التحكم الإحيائي. يبدو أنه صوت مارجي. آسفة وينك، لكن لن نسمح لك أن تتابع ضخ العقول هكذا. نحن جاسوستان منقذتان. يجري، يحق لي بربع ساعة إضافية من التدليك. وينك؟ أوبسي. مساء الخير آنستي، وأهلا وسهلا بكما في غرفة وينك ومارجي العازلة والمميتة. وينك ومارجي، هل تعني أنها متواطئة معك؟ بالطبع يا لعبتي. عليك أن تظهر القليل من الاحترام لمن هي معدل ذكائها 191 حتى الآن. حتى الآن؟ هذا إذن ما تفعله بأدمغة المتسابقين تمنحها لمارجي؟
يجب أن تفهمي أن الذكاء لا يباع أينما كان لسوء الحظ. عذراً، ولكن سلب ذكاء أبرياء مساكين عمل وحشي جداً. ربما هو وحشي طبعاً، ولكن أدركنا أنا ووينك أنه ينبغي أن نغش لكي نصبح أغنياء ومشاهير وذوي نفوذ. بعد صراع العباقرة مساء اليوم، ستضاهي قدرة مارج العقلية قدرة 1000 حاسوب خارق. لن يردعنا شيء، سنصبح أسياد الشاشات كافة، وبعدها سنصبح أسياد العالم. ولا تنسى أيضاً ال10 ملايين دولار يا حبي. هذا صحيح يا عزيزتي. أوه، هذا مقرف، كما لو أننا لم نعاني ما يكفي من التعذيب. ستبدأ اللعبة بعد قليل. للأسف ليس لديكما ما يكفي من الأكسجين في هذه الغرفة كي تصمدا. وداعا أنستي. تدعى المسابقة التالية فرق تسد. أطرح السؤال وأنتم تجيبون عليه كي تفوزوا بالمرحلة. والآن السؤال الأول: ما الرقم المعادل لتاريخ اختراع بندقية المدفع المحدد مقسوم على 10 ناقص 4؟ ١٥ مليون و١٠٠ ألف. إجابة صحيحة مارجي. يا لهذه الموهبة. سوف نهرب من هنا في الحال. هذا مذهل كلوفر. في الحقيقة تعلمت هذا من سكواش، ولكن لنهرب الآن من هنا بسرعة. والآن ركزوا جيدا. في فئة العلوم الغريبة، علاقة الصبغيات بالهرمون كعلاقة البيتزا ب... آسفة وين؟ إلى هنا ينتهي الوقت. وينك، أرجوك أفعل شيئا. أخذي رأسك. واو، ينبغي أن نطلب من الجيري شراء ميكروفونات كهذه. أين الأوان لإيقاف وينك؟ علينا أن نوقفهما. لقد احتفظت مارجي بذكاء سام تحت جمجمتها الكبيرة والضخمة. مشهد المطاردة بدأ. ينبغي مضاعفة السرعة. شغلي حذائك النفاث. المفاعلات قوية جدا. هيا لننطلق يا صديقتي. هيا أسرع قليلا أيها الحصان. عذرا منكما، سأقطع الحبل الآن. أهكذا يكون الراكبون خفية؟ حسنا، إذا تمسكا ببعضكما جيدا. ليست هذه الفكرة التي كونتها عن زيارة الاستوديوهات. علينا الهبوط على أحذيتنا النفاثة. إن قمنا بذلك سيفلتان منا وذكاء سام بحوزتهما. نجحنا، ستلتهم النار ذاك اللص وينك. شكرا لاشتراككما في اللعبة، لكنكما أكبر خاسرين في المسابقة النهائية. أمتأكد من نجاح الأمر؟ متأكد تماما يا كلوفر، فإذا عكست الكبسولات سيتم تفريغ دماغ مارجي في الحال. آه.
تسمعيننا؟ كلوفر؟ أليكس؟ ماذا يجري؟ لقد قالت كلوفر. اسعدنا صديقتنا الحميمة. يا رأسي، يجب أن أستلقي. أمامك متسع من الوقت للراحة في السجن سيدتي، لكن سنزور أولاً المشتركين القدامى في اللعبة. لقد حان وقت التفسيرات. مرحباً زاك، اليوم الفائت في مطعم السوشي أنا. انسي الأمر سام، كما أنني وجدت مدرسة جديدة. مدرسة جديدة؟ أجل سام، مدرسة جديدة. زاك يحتاج إلى شخص حاد الذكاء، شخص يميز بين المماسح والمحارم يا سام. والآن إلى اللقاء عزيزتي. تقولين حاد الذهن؟ ذهن ماندي حاد بقدر مبرد أظافر. لا بأس لتحتفظ بزاك. على أي حال، من يرغب بصديق ساذج يصدق حكاية قزم بثلاثة رؤوس على ظهر حمار؟ سمعت كل شيء آنساتي.